السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيقول هل لازم البيم نبدأ في بداية المشروع ولا ممكن نبدأ في نص المشروع وفي آخر المشروع؟ طيب، تكلفة عمل الموديل ثابتة سواء عملناه من أول مشروع أو من نص المشروع أو من آخر المشروع. وفي ناس فعلا بتيجي في آخر المشروع، يعني المشروع خلص وهو يقول أنا عايز أعمل موديل عشان الأوبريشن. وساعات بيجي ناس يكون المكان شغال بقاله 5 6 سنين بيقول لك أنا عايز أعمل موديل بيم عشان موضوع الأوبريشن، تمام؟ ففي فايده ان انا اعمله اخر مشروع، بس هيكون الفايده الاكبر في بدايه المشروع. ليه؟ التكلفه هي هيها، بس الفوائد هتحصل على فوائد كتيره جدا في اول مشروع، فوائد في نص المشروع، فوائد في اخر مشروع. لما بنيجي في نص المشروع بيكون في حاجات خلاص اتعملت، فاهم؟ يعني الدراسات بتاعه الاضاءه والشمس والحاجات والظل والحاجات دي كلها اتعملت واتكلفت، تمام؟ فبتبقى فقدت جزء من قوه البيم او من ما استفدتش بالبيم من الاستفاده 100%، تمام؟ بعد جدا ان يجي واحد في نص المشروع يقول لك انا عايز اعمل دراسه البيم عشان موضوع كلاشيه، خلاص هنعمل له الموديل كويس جدا وهيستفاد كتير جدا من البيم، مش قلنا هو مش هيستفاد، بس ما استفادش الاستفاده كان ممكن استفادها لو بدا في بدايه المشروع. كانت هتحل له مشاكل كتير جدا اثناء مرحله الفكره ومرحله الديزاين وقبل ما يدخل في موضوع التنفيذ. فمفيش اي مشكله خالص ان احنا نبدا في اي مرحله من المراحل، ويفضل ان هو في اول مشروع في بدايه التفكير في المشروع اساس ان انا استفاد استفاده طول حياه المشروع.